ما كادت تجف دموعنا على الفقد الكبير بعد رحيل الإعلامي القدير خليل الهاشمي الإدريسي، حتى كنا إزاء جنازة أخرى في المجال الصحفي، جنازة لا علاقة لحقي جل وعلا بها، بل هي محاولة تصفية تجربة وليدة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ممثلة في مجلس وطني حيكت حوله كل المناورات والدسائس للسطو عليه حتى أصبح بلا روح، وها نحن نشيعه إلى مثواه الأخير لأن سلطته المعنوية قد انتهت، وها قد انكشف كل شيء أمام الرأي العام الذي أصدر حكمه النهائي بأن ما يجري انتهاك صارخ لحرمة صاحبة الجلالة. وغاية المنى اليوم أن تتدخل الإرادات الحكيمة لوقف هذا النزيف، وأن نعود إلى منطق دولة المؤسسات واحترام الدستور، وأن نكبح جماح الأطماع الشخصية التي تسيء للمصلحة العامة، وأن نعيد إلى الصدور الحلم بترميم جسر الثقة المزلزل اليوم بين المجتمع وصحافة هي في مفترق الطرق والعاقبة للصادقين. مقتطف من افتتاحية الأيام.